هنستأذن فريق العمل الجميل مقادير كفتة السمك بالمكرونة، والشيف النهاردة هيفك لغز جميل جدا ازاي نعمل كفتة السمك بالمكرونة. المكرونة البنة بتاعتنا بنجيبها بنسلقها في مية وملح بس، في العادي بنسلق المكرونة بمية وزيت وملح، ولكن الطبق اللي انا هشتغل فيه دلوقتي بنسلق المكرونه بتاعتنا بميه وملح بس. علل ولماذا؟ لان العجينه بتاعت المكرونه دي هتخش مع كفته السمك. المكرونه دي هتنضرب في الخلاط مع سمك فيليه قشر بياض مع بعض التوابل الجميله اللطيفه طعم المغازي، وفي الاخر هنقرص الكفته ونقليها في الزيت، وبعد كده نحط لها صلصه طماطم او صلصه الريحان حسب الرغبه. المقادير على الشاشه: مكرونة مسلوقة مسبقا، اسباكيتي أو بنة اللي موجودة، ولكن يفضل البنة بتديكي عجينة قوية. معانا سمك فيليه قشر بياض ني مش مستوي، معانا توم وبصل وكرفس ومعلقة فلفلة حلوة وشوية روزماري، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكركم وبس وخلاص. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي واحنا شغالين. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل كفتة السمك بالمكرونة. ادي المكرونة البنة اهي في قلب الكبة، سلقناها بماء وملح فقط بدون زيت، وبعد كده نسيبها لما تبرد في التلاجة او بره التلاجة ونحطها في قلب الكبة زي ما انا شغال كده اهو اهو. مكرونة يا شيف هتضربها في الخلاط، ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ خليكي معايا للاخر وقولي لي رأيك. اهو نحط على المكرونة، نشيل دي من هنا بقى اهو، ونحط على المكرونة دي يا عم الشيف شوية توم، الله عليك وعلى والديك. نحط على المكرونة دي بصلة مفرومة ناعم اهي، نحط على المكرونة دي كرفس مفروم ورقه اهو، حلو قوي. وكل ده يا عم الشيف في قلب الكبة، حلو قوي. فين الغطا؟ اهو، انت لازم تشتغل، هتزعلنيش منك. اهو ناخد السمك الفيليه القشر بتاعنا البياض اهو، مزيكا حلوه اهو. السمك ده يتقطع مكعبات صغيره مش مكعبات كبيره اهو، بالشكل ده كده اهو. سمك فيليه بولتي يمشي الحال، اي نوع فيليه عندك بس ما يكونش فيه الشوك اللي هو الحسك. اخواننا في الشام يقولوا على الشوك حسك، احنا المصريين نقول عليه شوك اهو. ده السمك الفيليه القشر البياض الخالي من الشوك اهو، عشان الاطفال ياكلوا منها، عشان كبار السن ياكلوا منها. ننزل بالسمك الفيليه في قلب الكب اهو، ايه رأي حضراتكم تسيبوني انا مع صوت الخلاط استحمله انا؟ مفيش مشكلة، وهنطلع فاصل صغير نكونوا فرمنا كل ده مع اضافة البيضة اللي شفناها في الاخر. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وصوت الخلاط خلصنا منه، نشيل الباقي كده اه. بصوا على الخلاط بقى كده، فرسان التلفزيون المصري حبايبي اللي انا بحبهم. الخلطه اللي احنا ضربناها في الخلاط دي ما حطيناش عليها اي توابل، اكتفينا بشويه الملح اللي حطيناهم على سلق المكرونه. براحه خالص كده بشيل الخلطه. الطبق ده والاختراع ده بهديل كل ام بتتابعني، بهديل كل بنوته مبتدئه مطبخ بتتابعني، بهديل كل كبار السن الخير والبركه. دي جواها اوميجا 3، جواها كربوهيدرات، جواها نشويات، جواها بروتين. البروتين جاي منين يا مغازي؟ من البيض، المكون الاساسي لعجينه المكرونه. الله عليك لما تخش جوه التفاصيل التفاصيل. كل ده مع بعضه، كل ده مع بعضه. ما تنسوش طبعا الفليفر بتاع الكرفس والزعتر اللي انا حاطه، حلو قوي. وطبعا بروتين البيت كمان، الله عليك.
بنضيف هنا في المقادير بتاعتي معلقة من النشا. علل ولماذا؟ عشان معلقة النشا دي هتخلي لي الكفتة دي كريسبي وعندي الزيت بيسخن. ونحط البهارات بتاعتنا من الكركم، السي فود يحب الكركم. نحط شوية كمان على الطاجن بتاعنا. كركم دايما خليه في مطبخك. رقم واحد بيدي لون حلو قوي للسي فود، اللون الطبيعي اللي احنا متعودين عليه اللون الفسفوري. رقم اتنين يا ست الكل قيمته الغذائية عالية جدا، وخاصة للجهاز الهضمي في منطقة الكبد. ينشط الكبد، يزيل الدهون اللي موجودة على جدار الكبد. ده ملح وفلفل، بابريكا حلوة. تمام قوي. ناخد الخلطة دي كلها يا عم الشيف ونقلبها بإيدينا. ده زعتر، ونشيل الخلاط ده من مكانه يوسع لنا الدنيا. اللهم صل على النبي. وناخد العجينة دي كده نقلبها. تاني الاختراع ده والإبداع ده بهديل كل أم وكل كبار السن والأطفال اللي بيعترضوا على أكل السمك. وما تقولولهمش ده سمك، قولولهم دي كفتة. سماها بقى أي كفتة، كفتة اللحمة الجملي لأن شبهها، كفتة الرز، أي كفتة الدجاج لو بيحبوا الفراخ، أي حاجة. وبعد ما يتذوق وياكل منها تقول له على فكرة يا حبيب قلبي يا ضنايا أنت أكلت سمك. بجد يا ماما؟ أه والله أكلت السمك. شيف المغازة عملها وأنا اتعلمتها منه. تعالوا نشتغل في الكفتة دي إزاي مع بعض. بنجيب كسرولة صغيرة، اللهم صل على النبي، ونحط فيها شوية زيت عشان نشتغل فيها. وعايزين نحمرها في قلب الزيت في طريقتين. الطريقة الأولى ممكن نحمرها في الزيت، الطريقة التانية ممكن نشويها في الفرن حسب الرغبة. واحنا مع بعض واحدة واحدة كده عشان الاختراع ده مهم جدا النهاردة. وحقوق الطبع لدينا وبس. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ ايدك في الزيت يا اختي وانت شغاله كده. وترجع لكفتة الجمبري بالرز البورسعيديه، وارجع تاني واقول لك ريحنا الله يخليك. نفس كفتة الجمبري اللي بنعملها بالرز من المطبخ البورسعيدي اللي بوجه له تحيه كبيره، شباب ورجاله وابطال بورسعيد. بس دي ما فيهاش رز، خلي بالك، دي فيها مكرونه بينا مسلوقه بماء وملح. الزيت اخباره يا شيف شديد الحراره، ولازم تاخد الشكل العشوائي ده، مش لازم تقعدي تسوي فيها بقى، ولا زي ما هي كده زي ما انا شغال كده. اصابع ايدك واصابع الحنيه تبان في قلب الايه، قرص الكفته. درجة الزيت عالية جدا. اللهم صل على النبي. حلوة. لا سيبه، راجع له تاني. احط دول في الزيت وارجع لك. مركز انت على الهوبر الكبيرة. تشيل ده من هنا. كل ده احنا بنكسب وقت. وناخد الكفتة بتاعتنا في قلب الزيت شديد الحرارة. اللهم صل على النبي. يلا بقى اتفرج على الصورة الحلوة. والصورة الحلوة على شاشة القناة الأولى دائما تتحدث عن نفسها. بص على الحلاوة، الله يرحمك يا عم متقال. بص على الحلاوة في قلب الزيت. السمك بيلعب في قلب الزيت. البحر بحرنا والسمك لعبنا. نرفع من الزيت. يلا تعالوا نغرفها في الطبق مع بعض واحنا شغالين. نجيب السمكة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. ونعمل زي الحاتي عودين شبت حلوين بدل البقدونس، بيحطيه طبعا تحت المقليات. اللهم صل على النبي. شفت الكفته الحلوه دي كده؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ يا راجل حرام عليك، يعني بعد التعب ده كله والشقه ده كله تقول لي شبه الطعبيه؟ ايش جاب لي جاب يا راجل يا طيب؟ ده سمك قشر بياض، ممكن يكون جمبري، ممكن يكون فيليه بولت بتاع خير مزارعنا، ممكن يكون فيليه وقار، زي ما انت عايز انت وجيبك يا راجل يا طيب. ناخد بقيه الكفته بتاعتي
في قلب الزيت، اللهم صل على النبي. اهي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. جزء تاني من التحمير، وش تاني من التحمير. اه، ونشيل ده كده نخليه على جنب، اللهم صل على النبي. اه، وتعالوا مع بعض نقدم ده كده. ممكن نقدم معاها صوص طماطم زي ما احنا حابين، طماطم بالريحان، ممكن نقدم معاها كاتشب، ممكن نقدم معاها تومية، ممكن نقدم معاها مايونيز، زي ما انت حابة.